السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، واللي إن شاء الله النهاردة هنشرح لكم فيها المنهج الدراسي الخاص بكتاب ديسكوفر سنة أولى ابتدائي برايمري 1 تيرم 1، اللي هو الفصل الدراسي الأول سنة 2018 and 2019 2018-2019. وإن شاء الله هنكون معاكم في منهج كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي في الديسكفري والكونكت، وهنكون معاكم خطوة بخطوة بحيث إن كل حاجة تبقى سهلة وبسيطة، ونعلم الأب والأم إزاي يذاكروا لابنهم أو بنتهم. فياريت تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وإن شاء الله تستفيدوا. أولا قبل ما نبدأ الشرح أستأذنكم تحضروا قلم والكتاب ولو ورقة علشان خاطر نبتدي نكتب الملاحظات، ولو في كلمة عايزين نترجمها نكتبها علشان خاطر لما نيجي نذاكر يبقى الموضوع سهل. وزي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع الكتاب Primary 1 Discover Term 1 2018-2019. دي الصفحة الأولى هي فاضية، الصفحة الثانية فيها كلمة الوزارة عن تطوير التعليم والخطة الخاصة بتطوير التعليم اللي هتنتهي سنة 2030 إن شاء الله. وطبعا بعد كده هنوصل لكلمة السيد الوزير الخاص بالتعليم الأساسي والتعليم الفني ونظرته لخطة تطوير التعليم، وبعدين هنوصل للصفحة الأولى في الكتاب، وهنا مكتوب فيها نيم اسم الطالب أو الطالبة، contents المحتويات، who am I من أنا أنا مين، who am I من أنا أنا مين، contents محتويات who am I من أنا أنا مين. وده chapter 1 اللي هو الفصل الأول. chapter 2 الفصل الثاني family tree شجرة الأسرة شجرة العائلة family tree، بنبدأ فيها من الطفل لغاية الأجداد والجدات. chapter 3 who are we من نحن من نحن، وده chapter 3. chapter 4 الفصل الرابع وهو our community مجتمعنا our community مجتمعنا. المشهد الثاني theme 2 The world around me العالم من حولي The world around me العالم من حولي. Chapter 1 Our environment اللي هي بيئتنا Our environment اللي هي بيئتنا. Chapter 2 اللي هو Moving around our environment اللي هو التحرك حول بيئتنا Moving around our environment اللي هو كيف نتحرك أو التحرك حول البيئة الخاصة بنا. Chapter 3 Growing food in the world around us الأطعمة التي تنمو في العالم من حولنا Growing food الأطعمة التي تنمو in the world around us في العالم من حولنا. Chapter 4 وهو ده آخر شابتر في الكتاب Chapter 4 وده آخر شابتر وهو Celebrating الاحتفال the world around us احتفال العالم من حولنا celebrating the world around us احتفال العالم من حولنا. واخيرا وليس اخرا math journal اللي هو الجزء الرياضي واللي احنا عارفينه دايما بنعلم ولادنا فيه الاشكال الهندسية والمعاملات الرياضية، وان شاء الله هنشرحه بالتفصيل لما نوصل. وبكده نكون خلصنا اول صفحة في الكتاب، ونوصل للصفحة اللي بعد كده وهي فيها عنوانها Who am I من أنا chapter 1 all about me all about me كل حاجة عني. ونبتدي ننزل بحيث ان احنا نوصل للصفحة اللي بعد كده ونوصل لصفحة اللي بعد كده وهي صفحة رقم 3 وهي عنوانها كالآتي picture of me صورة ليا picture of me صورة ليا. الدايركشنز بتاعتها التوجيهات بتاعتها او الاتجاهات draw a picture of yourself
ارسم صورة لنفسك وهو هنا سايب لنا مربع او مستطيل طويل بحيث ان الطفل يكتب اسمه تحت منها my name ويكتب اسمه ويرسم صورته فوق اسمه في المربع ده، وده بينمي طبعا الخيال الخاص بالطفل ويخليه يتخيل نفسه ويشوف شكله عامل ازاي. الكلمات الجديدة في الصفحة دي picture يعني صورة of me ليا خاصة بيا، directions التوجيهات أو الاتجاهات، draw ارسم a picture صورة of yourself لنفسك yourself نفسك، my name اللي هو الاسم. نوصل للصفحة رقم 4 وهي بعنوان sight الرؤية، sight الرؤية و directions بتاعتها ال draw and object ارسم draw an object ارسم عنصر، ال directions بتاعتها draw an object you see in the room try to write its name on the line below. يبقى نوصل لpage number 4 والعنوان بتاعتها sight اللي هو رؤية أو الرؤية، والدايركشنز بتاعتها draw an object you see in the room ارسم عنصر انت شايفه في الغرفة، try تحاول to write ان انت تكتب its name اسمه on the line below في الخط في السطر الأسفل منه. يبقى مرة تانية draw an object ارسم عنصر you see انت تراه in the room في الغرفة، try حاول to write its name ان انت تكتب اسمه on the line below في السطر الاسفل الرسم. والكلمات الجديدة هنا زي ما احنا شايفين object عنصر you see انت ترى سيارة in the room في الغرفة room غرفة، try حاول to write ان انت تكتب its name اسمه on على the line السطر below الاسفل، وهو زي ما احنا شايفين سايب لنا مساحة فاضية نرسم الطفل يرسم فيها عنصر من العناصر الموجودة في الغرفة ويكتب اسمه في السطر ده. وبكده نكون انهينا page 4 ونوصل ل page 5 وعنوانها a family at the park أسرة في المتنزه. ال directions بتاعتها circle the brother and sister ضع دائرة حول الأخ وحول الأخت، then finish coloring the picture ثم بعد ذلك انهي تلوين الصورة زي ما احنا شايفين في صورة. وبكده نكون انهينا page number 5. نوصل page number 6 وهي بعنوان my family، my family أسرتي عائلتي. ال directions بتاعتها draw a picture ارسم صورة of your family having fun لأسرتك وهي تمرح، draw ارسم a picture صورة of your family لأسرتك having fun يعني تمرح أو تقضي وقت سعيد، fun بمعنى مرح. وزي ما احنا شايفين في مستطيل طويل هو سايبه للطفل يرسم فيه صورة لأسرته ويتخيل فيهم أو يشوفهم وهم في وقت سعيد ويرسم الصورة دي بحيث ان هو ينمي المهارات التخيل بتاعة الطفل زي ما احنا عارفين. والكلمة جديدة برضو هنا my family أسرتي. وبكده نوصل ل page number 7 والعنوان بتاعها extended family، extended الممتد family الأسرة، الأسرة الممتدة، امتداد الأسرة، امتداد العائلة. وال directions بتاعتها grandmother reads a book، grandmother reads a book الجدة تقرأ كتاب، circle this ضع دائرة حول ذلك، هنا في جدة بتقرأ كتاب هنحط الطفل حواليها دايرة، وبعد كده ده أول direction. aunt Sarah العمة سارة talks to mom بتتحدث للأم، aunt Sarah العمة سارة أو الخالة سارة talks to mom بتتحدث للأم، circle this ضع دائرة حول ذلك in a different color بلون مختلف. يبقى aunt Sarah talks to mom circle this in a different color، يبقى العمة سارة بتتحدث للأم ضع دائرة بلون مختلف حول ذلك. وبعد كده نبيل
والسطر الثالث نبيل shows his cousin a new toy. نبيل بيوري لابن عمه أو بنت عمه لعبة جديدة. draw a box around this. ضع دائرة حول ذلك. نبيل shows his cousin. نبيل بيوري لبنت عمه أو ابن عمه a new toy. لعبة جديدة. draw a box around this. ضع صندوق حول ذلك. وزي ما احنا شايفين هنا نبيل وهنا ابنة عمه، وهو فعلا في لعبة جديدة. احنا المفروض ان الطفل يحط حوالين ده برواز على شكل صندوق ويحدده. وهنا الكلمات الجديدة اللي لازم نخلي اولادنا يحفظوها. اول حاجة احنا بنتكلم عن افراد العائلة، فاول حاجة grandmother grandmother. تاني حاجة reads بيقرأ او read يقرأ. a book كتاب. circle المفروض ان هم حافظينها قبل كده وهي دايرة او ضع دايرة حول. aunt اللي هي عمه او خالة. aunt اللي هي عمه او خالة. talk اللي هو بيتحدث، وهي هنا هو كاتب talks عشان هي سارة شي. وعلى فكرة احنا ان شاء الله بعد كل جزء من الشرح هنخصص حلقة مخصصة للجرامر الخاص بأي جزء احنا شرحناه، وهنوضحه بالأمثلة الموجودة في الكتاب. فسارة talks to mom، سارة بتتحدث للأم. circle تاني this in a different مختلف، واحنا عرفناها قبل كده color لون. نبيل shows show يوضح أو يعرض. his cousin ابن عم أو بنت عم. cousin ابن عم أو بنت عم. new جديد. toy لعبة. ودرو ارسم زي ما احنا عارفين بوكس صندوق around حوله around حوله وزيس هذا. وبكده ننتهي من page number 7 ونوصل ل page number 8 our 5 senses. our 5 senses حواسنا الخمسة. our حاجة ملكنا. 5 خمسة. senses حواسنا. our 5 senses حواسنا الخمسة. الدايركشنز بتاعتها draw line. الدايركشنز بتاعتها draw line to match each sense with its helping body bark. الدايركشنز بتاعتها draw line to match each sense with its helping body bark. ارسم خط يوصل كل حاسة بالجزء اللي هي بتساعده في الجسم. يبقى ارسم خط يوصل draw line ارسم خطوط draw lines to match لتوصيل each sense كل حاسة with its helping body part. body الجسم part اللي هو جزء من الجسم او جزء بصفة عامة. وهنا عندنا sight وقدامها العين. sight الابصار. sight الابصار وقدامها العين. وهنا hearing السمع وقدامها الear الاذن. هنا eye العين. sight الابصار. hearing السمع. ear الاذن. smell الشم. smell الشم. وهنا hand المفروض ان دي مش خاصة بالسميل طبعا. touch اللمس. وهنا mouse. taste التذوق. وهنا nose. طبعا احنا مش هو مش كاتب اسماء ال eye وال ear والهاند والماوس والنوز، بس هو عايزك تعرف سايت ابصار، هيرينج سمع، سميل شم، تاتش لمس، تيست تذوق. وهو لما الطفل يحفظ الكلمات دي هيقدر يوصلها بالحواس الخاصة بيها بشكل سليم. وطبعا بكده نكون انهينا بيج نمبر 8 ونوصل لpage number 9. وبكده نكون انهينا page number 8 ونوصل لpage number 9. وعنوان الpage past of Nefertiti. تمثال Nefertiti. past of Nefertiti. تمثال Nefertiti. 1370 to 1330 before Christ. اللي هو سنة 1370 لحد 1330 قبل الميلاد. How are you the same as Nefertiti؟ انت ايه المتشابه بينك وبين Nefertiti؟ كيف انت متشابه مع Nefertiti؟
ده أول سؤال. السؤال الثاني how are you different، وكيف أنت مختلف. يبقى أول سؤال how are you the same with Nefertiti، إزاي أنت متشابه مع Nefertiti. وطبعا السؤال ده والصفحة دي related to before pages، هي مرتبطة واللي على صلة بالصفحات السابقة. واحنا هنا متشابهين مع نفرتيتي ان هي التمثال عندها الحواس اللي في وجهها زي العين الاي بس هي، وعندها النوز المناخير، وعندها الماوس الفم، وعندها الاير الاذن. فهي عندها 4 حواس من 5 هنا المفروض، وممكن تعمل تاتش طبعا لو بوشها، بس هي مش الحاسة دي مش موجودة، فبالتالي احنا بنشايفين العين انت متشابه معاها ان انت معاك عين. يبقى I الاجابة بتاعت السؤال بتكون كالآتي how are you the same as Nefertiti، ازاي انت متشابه مع Nefertiti. هقول I am the same as Nefertiti because I have eyes, two eyes, and I have two ears, and I have one nose, and I have one mouth. يبقى نقول كمان I am the same as Nefertiti because I have two eyes، أنا عندي 2 عينين، and I have two ears، وعندي أذنين، and I have one nose، وعندي أنف، and I have one mouth، وعندي فم. بالتالي أنا متشابه معاه. And السؤال الثاني how are you different، وإزاي أنت مختلف. هنقول I am different with Nefertiti because I can see with my eyes، أنا أقدر أشوف بعيني، and I can hear with my ears، وأنا أقدر أسمع بأذني، and I can smell with my nose، وأقدر أشم بأنفي، and I can taste with my mouth، إن أنا أقدر أتذوق بفمي. يبقى السؤال التاني وهو how are you different، إزاي أنتم مختلفين. هنقول we are different أو I am different with Nefertiti because I can see with my eyes، أنا أقدر أشوف بعيني، هي ما تقدرش، and I can hear with my ear، إن أنا أقدر أسمع بأذني وهي ما تقدرش، and I can smell with my nose، أقدر أشم بمناخيري وهي ما تقدرش، and I can taste with my mouth، أقدر أتذوق بفمي وهي لا تقدر على ذلك. وبكده نكون أنهينا page number 9 ونوصل ل page number 10 وعنوان الصفحة دي دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب طبعا جراح القلب العالمي المصري. والأسئلة بتاعت الصفحة دي أو directions بتاعتها، التوجيهات بتاعتها answer these questions، أجب على هذه الأسئلة by yourself بنفسك or with a partner أو مع شريك. partner هنا اللي هي شريك، وطبعا البارتنر بتاعنا بيكون ماما أو بابا اللي بيشرحوا لنا. طبعا أول حاجة what do you see in this portrait، انت شايف هنا في اللوحة دي ايه، في الصورة دي ايه. ده أول سؤال what do you see in this portrait، انت ماذا ترى ان هذه الصورة. what color do you see، انت ايه الألوان اللي انت شايفها. what parts of the face can you name، ايه الأجزاء اللي في الوجه اللي انت تقدر تذكر اسمها. والسؤال الأول what do you see in this portrait، انت شايف ايه في اللوحة دي. تقدر تقول I can see دكتور مجدي يعقوب. I can see دكتور مجدي يعقوب، أنا شايف دكتور مجدي يعقوب في الصورة دي. I can see in this portrait دكتور مجدي يعقوب. السؤال التاني what colors do you see، ايه الألوان اللي انت شايفها، انت شايف ألوان ايه في الصورة دي. نقدر نقول I can see black and white، black اسود and white،
أبيض and I can see brown السقف لون السقف بني I can see black أسود and white الأبيض and brown البني يبقى هنقول إيه I can see black and white أنا هشوف أنا أقدر أستطيع إن أنا أرى الأسود والأبيض and brown والبني I can see black and white الأسود والأبيض and brown والبني الجزء الأخير أو السؤال الأخير في الصفحة دي What parts أي أجزاء of the face الخاصة بالوجه can you name تقدر تسميها تقدر تقول لنا اسمها What parts of the face can you name ايه الأجزاء اللي في الوش اللي في الوجه اللي انت تقدر تقول لنا اسمائها هنقدر نقول I can see ear nose eyes and mouth I can see ear أذن eyes أعين nose أنف and mouth وفم وبكده نكون أنهينا كده نكون أنهينا page number 10 نكون أنهينا الحلقة الأولى والجزء الأول من chapter 1 مع دكتور مجدي يعقوب طبعا في page رقم 10 وإن شاء الله هنعمل الحلقة التانية ونكمل الجزء ده على طول وهنسيب اللينك بتاع الشرح في الديسكريبشن او في الوصف بتاع الجزء ده بحيث ان انت لو حبيت تكمل الشرح على طول تقدر تلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت واتمنى ان يكون الشرح افادكم ويكونوا استفدتوا كويس وتكونوا اشتركتوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وياريت تعملوا لايك وسبسكرايب ولو في اي تعليق او في اي حاجة ما قدرتش تفهمها او ما وصلتلكش بشكل سليم اكتبها في التعليقات وانا هكون سعيد جدا ان انا اشرحها بشكل تاني ومبسط برضو وتوصل لكم المعلومة بشكل سليم وما تنسوش يا اصحابي ويا صحباتي تقولوا لبابي مامي اعملوا شير للفيديو ده لان ده علم ممكن ينتفع به ودي مناهج جديدة لسه ناس كتير جدا محتاج ان هي تعرفها فاحنا مش هنخسر حاجة لما نساعدهم لان ده هيتحسب لينا كثواب اولا ثانيا دي حاجة جميلة جدا ان احنا كلنا نشارك المعرفة وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته